انضم لي عبر زوم المعالجة النفسية ديالا عتيني. رح نحكي شوي عن هالضغوطات يلي منعيشها بفترة الأعياد، خاصة بهالأعياد والظروف يلي عم نعيش فيها. صباح الخير ديالا. صباح الخير ميريت، كيفك؟ الحمد لله. بتعرفي يمكن من أكثر هيك المشاكل يلي بتواجهنا بالحياة وما كتير مندير بالنا عليها هو هالستريس، هالضغوطات يلي منعيشها وتأثيرها علينا ما بنوعانا، خاصة بفترة الأعياد يلي بيكون فيها هي فترة ملبكة، خاصة كيف إذا كانت فترة عم نعيشها بوسط أزمة حادة، أزمة اقتصادية وأزمة معيشية وأزمة اجتماعية. حبيت اليوم هيك أنا وأنت نحكي شوي، بلكي بنقدر هيك نوصل كم هيك رسالة دعم ورسالة هيك للناس لحتى يعرفوا كيف يتدبروا بحالهم خلال هالفترة. صح، عارف ميلاد، كلنا بنفكر انه خلص ناطرين العيد لحتى نرتاح، لحتى نحس حالنا بدنا نشرج هالطاقه، وبالتالي بنفوت على الاعياد بتوقعات كثير عاليه، يعني خلص صار بدنا نعيد، بدنا نشوف كل العالم اللي ما شفناهن، بدنا نعوض على الايام اللي مرقت اذا كان في كثير ستريس قبل، فبالتالي وقت نوصل مع هالتوقعات العاليه في كثير اشخاص بيكونوا وصلوا للمرحله الثالثه من ستريس، يعني الاكزوشن، صار في كثير ارهاق، فبتلاقي فجاه أشخاص مرضوا. ليه؟ لأنه في ضغوطات كتير عالية من قبل، وبالتالي وصلوا لهالفترة وصار في مرض وصار في تعب شديد. في أشخاص تانيين بيكونوا كمان عندهم توقعات كتيرة وما بدهم، إذا بدك خايفين يروحوا عليهم أي مناسبة، خايفين يروحوا عليهم شيء، هالفير أوف ميسينج أوت كمان بيزيد من هالستريس، بتحس في ناس صار عندها أوجاع أكثر، صار عندها تشنجات أكثر. في أشخاص بتبين شوي عندهم أنواع الفوبيا، يعني في كتير مخاوف بتبين خاصة بمرحلة الأعياد. عندك الأجورافوبيا اللي بتكون كتير عالية، العالم اللي بيخافوا من كثرة العجقة، بيخافوا من المول، بيخافوا من المحلات هيك اللي هن معقول يكون فيها كتير أشخاص، بحسوا حالهم ملبكين، فبيصير في نوع من التشنج مع العائلة، لأنه في ناس متوقع أن يكونوا ينبسطوا بهول الأماكن وهن بالعكس عم بيعيشوا مخاوف كتير كبيرة. في أشخاص حتى بيخافوا من الهدية، يعني عندك نوع من اللي بيعمل توتر وبحس بعبء إن كان لازم يشتري هدية، لازم يعطي الهدية، فبتزيد من هالمخاوف عندهم وبتأثر عليهم بطريقة كتير سلبية. في أشخاص بيرجعوا بحسوا بوحدة كبيرة بهالفترة، ليه؟ لأنه كل العالم حواليهم مثلا مرتاحين، مبسوطين مع عائلتهم، هون هن بحسوا حالهم أقل، يعني بصيروا بيعملوا هالمقارنة، هو المبسوطين أنا ما قادر انبسط، هو عندهم عائلة أو عندهم شريك أنا حاسس حالي لوحدي. هالكثرة المقارنة كتير بتأثر على الشخص وبتخليه يحس حاله كأنه هو أقل من الآخرين، وبالتالي بتزيد هالضغوطات، بحس حاله موتر، أقل من غيره، بتقل ثقته بحاله كتير، وبيشعر بهالضغط، هالستريس يلي بيقدر يودي لاكتئاب. إذا بلش مثلا مقارنة مع تنقول المراحل السابقة أو الأعياد السابقة، أو بحس كتير قلق أنا كيف بدي كفي، شو هالأعياد اللي عم بتزيد ستريس علي، ما عم بقدر أنبسط. في أشخاص حتى كان بدي اقول لك ديالا كمان، يعني بالاستناد للواقع اللبناني اليوم لحتى هيك نتشارك شوي اذا بدك هالافكار او هالمشاعر الصعبه يلي عم نعيشها اليوم. في ناس عم يشعروا بحزن لانه ما قادرين يعيدوا بسبب هالوضع الاقتصادي والاجتماعي. يعني اليوم ما تنسي نحن بلبنان هالازمه الحاده اللي عم نعيشها عندها كثير تاثيرات مختلفه. يعني اليوم قد في ناس اليوم رح بيعيدوا لانه اولادهم منهم معهم بسبب الهجره، لانه اضطروا يهاجروا. قد في عالم اليوم ما يعني قد في باي مخنوق اليوم لانه ما بعده لهلا يمكن لليوم عم بيفكر طب انا كيف بدي اشرح للاولاد انه ما في هديه اليوم من هالسنه من بابا نويل، او قد في ام مخنوقه كمان اليوم لانه عم بتقول ما في اكل، ما رح يكون في أكل. صح، مشان هيك عم اقول انه هالوضع اللي نحن عم نعيشه اذا بدك واللي انوضعنا فيه وهالمحددات الاجتماعيه الحاده يلي انوضعنا فيها اكيد يمكن كتار هلا من المشاهدين عم بيقولوا انه انا مخنوق ما قادر اعبر، بس وبنفس الوقت ما قادر اعمل شيء، يعني ماني قادر حاسس انه بقدر غير هذا الواقع على
المدى المنظور على المدى القليل، جمعة الجاي العيد ما عندي اكل وما ما في هديه وابني منه هون وما رح يجي ووضعي منه كتير مرتاح. مزبوط، واللي هن كمان بيتضايقوا اكثر اذا قارنوا مع الاشخاص اللي عكس اللي صاروا كثير عم بيعيدوا زياده لحتى مثلا يعوضوا عن فتره ستريس. فحتى فاوت حتى عم بياثر كثير على الشخص، بس اذا انت قلت اليوم انا ما قادر اعبر، هون المشكله بدها تزيد. اليوم واحد في امر واقع، في امر صعب، بدنا نبلش بالاعتراف بهالواقع لانه مزبوط مرحله صعبه. فاذا انا بدي انكرها او بدي اخبيها عن الولد او بدي اخبيها عن نفسي او بدي اجرب اعمل امور حتاذيني بعدين حتى اقدر مثلا عيد هالعيد رح تاثر سلبي بعدين علي وحتفوتني بمتاهات كبيره وبضغوطات كبيره وبعبء كبير. فاول شيء نخفف شوي انه مش ضروري دائما يكون هالعيد هو البيرفكت اللي انا لازم اعمل كل اذا بدك الاجتماعات التقى بالكل. فيني اقرر انا اليوم انه هيدا عيد صعب، هلا بدي اخده مثل ما هو، بدي اخده يوم بيومه، لانه اذا بدي افكر كثير فيه رح ياثر سلبي علي. واليوم مزبوط الولد لازم يعرف انه مثلا ما قادر اجيب هالهديه، ولكن هيك لنعمل شيء ثاني بهالوقت، بنقضي وقت اكثر سوا، بنجرب نرجع نسترجع الامور اللي نحن عنا يوني اللي بنحبها، بنجرب نعبر عن مشاعرنا نحن كلنا سوا، حتى الامور الصغيره، يعني هيك لنقعد اليوم سوا مثلا ونحضر هالفيلم اللي بنحبه او نظهر شوي نشوف شو عم بيصير تنقول بالثلج، مع انه في اشخاص يعني عندهم مخاوف مثلا من الثلج وهالطقس هيدا اللي ما بيساعد، بس واحد بده يجرب يعبر، لانه اذا ما عبر رح بالعكس رح تزيد المشاكل، رح يحس بضغط وحيصير في حتى مشاكل اكثر وحيصير في صريخ اكثر، لانه حيصير في مشاكل لانه حيصير في هالبروجكشن تاعت الغضب انه انا معصب من عده امور ما عم بخبركم اياها ولكن انا صاير شخص متوتر. عشان هيك كل ما حطينا ايدنا على المشكله بدل ما نخبيها او نهرب منها كل ما كان احسن لعلاقتنا مع العائله. ذكرتي كلمه بفتكر كثير مهمه ديالا، هي انه كمان الوضع الاطار المضبوط للمشكله مش الإطار يلي أنا عم حسه من المشكلة. يعني اليوم تعطي مثل، اليوم إذا اليوم في والد ما قادر يجيب هدية لابنه على عيد الميلاد، لازم يحط حاله بالإطار، أو من الأفضل ما في شيء لازم، بس من الأفضل أنه يحط حاله بالإطار الحقيقي للمشكلة، هو أنه بسنوات ماضية لأنه كانت ظروف مختلفة كان قادر، أي أنه اليوم هي الظروف المسببة لعدم قدرته مش ذنبه، لأنه عادة دغري بناخد الأشياء ذنبنا كأنه مزبوط. أنا مذنب لأني مني قادر، والتعامل مع هالشعور بفتكر بهالوقت بالذات هو مهم، لأنه مثل ما قلتي تجاهله عم بيسبب لي مشكلة، وأيضا أخده على طرف أني أنا مذنب والحق علي كمان عم بيسبب لي مشكلة. مزبوط، هالذنب الزيادة مزبوط عم بزيد من التشنج، عم بزيد من الاضطرابات، وبعدين يمكن الولد عن جد يزعل شوي بس بيرجع بيروق، يعني يمكن الفكرة تكبر براس الأهل، تكبر بهالعبء، بحسوا بذنب، بحسوا بندم، بحسوا ب يعني القلة أو عدم المسؤولية، بس هي مش ما واقعها ما لها درجة. يعني يمكن فيك تقله للولد أنا ما قادر هالمرة بس نعمل شيء تاني، بيزعل شوي برجع بيروق، يمكن تقله طبيعي تزعل لهالفترة البسيطة بنرجع بنلاقي حل تاني أو هدية تانية أو طريقة تانية. ومثل ما قلت أنت الظروف هي اللي حكمت، اليوم ما في تقصير، بالعكس يمكن بيتضايق أكثر إذا خبى وتوتر وعصب وأثر على علاقته مع الأولاد. مزبوط مزبوط، لأنه رح يطلع هالشعور بأسلوب تاني أو بطريقة تانية ممكن تكون منا بناءة، وممكن مثل ما بيقولوا تصير مسبب توتر لكل العائلة لكل العائلة. ومهم مهم هيدا الشيء نفهمه بفتكر كلنا سوا، لأنه مما لا شك فيه ديالا أنه كلنا سوا مدقورين بشيء، يعني يمكن يلي بعده ماديا عنده رخاء اكثر من الثاني، في عنده غصه مثل ما قلت لانه في عنده حدا مسافر، يمكن يلي العائله اللي مجموعه في عندها غصه انه ما قادر هالعائله كلها تاكل، في تحديات كثيره ومختلطه. ويمكن اهم شيء بهيدي الفتره هو انه نقبل أننا ضعاف، وانه نحن ما قادرين اذا بدك بهاللحظه بالذات نعمل
فرق كتير كبير، لكن أيضا كمان نستثمر هالمرحلة لأشوف أنا أي تغيير بدي إياه على المدى الطويل، أو أي تغيير بيستحقه على المدى الطويل. مش قادر ومني ضحية وما بفوت باللوم والذنب والعتاب ومقارنة السنوات الماضية أو بعض الهم السنوات يعني المستقبلية. بالعكس، هلأ في ظرف صعب ومثل ما قلت شو بعمل به هاللحظة يوم بيوم. بعدين مزبوط هلأ فترة عيد، بس مش ضروري تكون فترة ستريس وعبء وتوقعات وأخذ القرارات الكبيرة والشعور إنه المفروض تكون كتير حلوة، لأنه إذا زدنا على حالنا هيدي الضغط بالعكس حتأثر علينا وحنصير شو ما عملنا من أمور صغيرة ما بقى تعني لنا وما رح ننبسط فيها. فمشان هيك يمكن بهذه الفترة واحد يعيش كل لحظة بلحظتها، ومثل ما قلت يرجع يبرمج حياته أنه على هذا الواقع الجديد، مع أنه يطمح لمستقبل أكيد أحسن مع بعض التخطيطات. نرجع نمرق بفترة يمكن الهدوء هو اللي واحد بحاجة له، يمكن يرجع يسترجع الأشياء اللي فيه يغيرها يلي بإيده، يعني يركز على الأمور اللي بيقدر هو يغيرها لحتى يكون عنده مثلا مستقبل أفضل. يجرب ينتبه للأمور الحلوة اللي عم تمرق بالنهار لحتى تعطيه الطاقة الإيجابية، لحتى يقدر مثلا يفكر سنة الجاي شو معقولة يعمل غير، كيف معقولة ينبسط بالأشياء الموجودة عنده. وكمان مرحلة أعياد حلوة وحد يرجع هيك يشوف شو الأمور اللي هو ممنون لها، الجراتيتود، يعني ننسى نلتهي بالزينة والأضواء والأعياد وننسى أنه فيها تكون مرحلة بالعكس رواء لحتى واحد ينتبه للأشياء اللي هو مبسوط فيها، سبيريتشوال شوي فيها هيك هالصفاء الذهني اللي هو كتير واحد بحاجة له. مش ضروري بس يكون عن جمعة العالم وكثرة العالم أو عن الانتباه للأمور اللي واحد خسرها أو ما عنده إياها. نعم نعم. ومثل ذكرت كمان أمر مهم نلفت له قبل ما ننهي هاللقاء، بما أنه دايما بيتم يعني تسويقيا للأعياد على أنها هي جمعة وعائلة وناس وأصحاب ومجموعة، في كتير ناس بيشعروا كتير بالوحدة خلال هيدي الفترة، خاصة الناس يلي إذا بدك عايشين لحالهم أو طالعين من علاقة عاطفية، أو إذا بدك عندهم أسباب مختلفة بتخليهم يكونوا هيك لحالهم، بيرجعوا بصيروا يفتشوا على حالهم خلال هالفترة وبيلاقوا حالهم لوحدهم. بقى لهالناس يعني بحب هيك الفت الانتباه لإلهم ونقول لهم إنه مزبوط بالضغوطات يلي منعيشها بهيدي الفترة كتير منحس حالنا مرات لحالنا، ومنحس إنه منرجع بدنا نعيد حساباتنا كمان ربما. يمكن كتير عايدة الحسابات بفترة الأعياد ممكن تكون مضللة وتقيلة بهالفترة، صح؟ صح. وفي الناس ما بتحب الأعياد وهذا طبيعي، وفي ناس ما بتحب كثرة الجمعة، وفي ناس بتحس بوحدة قوية لأنه بتحس كأنه كل اللي حواليها إن كان بالإعلام على السوشيال ميديا عم بيكونوا كتير مبسوطين إنه عم يحتفلوا. فهولي صح، ففيها تكون أيام مثل غيرها، ما نحط زيادة ضغوطات على أنفسنا، ما نقول لازم تكون بهذه الطريقة لحتى ما نحس بذنب، بتقصير، بقلة ثقة بحالنا، أو نحس حالنا أقل من الآخرين. فيها تكون مرحلة مثل غيرة، أو مرحلة بدي أعيد حساباتي، أو مرحلة بدي أنا أقعد مع نفسي. الشخص اللي لوحده يأخذ قرار إنه هو لوحده حابب ينبسط وحابب يهتم بنفسه بدل ما يحس حاله هو بوحدة. يعني بكل لحظة بيقدر واحد ما يقارن بالآخرين، ينتبه للحظة اللي هو فيها ويجرب قد ما فيه إنه يعتبرها مرحلة من حياته هو حابب يهتم بنفسه هو. شكرا كثير لك المعالجة النفسية ديالا عيتاني على هالنصايح المهمة خاصة بفترة الأعياد، وأنا بتمنى لك أعياد حلوة إن شاء الله يا رب لك ولكل اللي حواليك. شكرا.